كما شفتوا اليوم كانت الدورة العادية الأولى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بعد إعادة انتخاب الهياكل ديالها. يعني نقدروا نقولوا بأنه هذه الدورة تميزات كون أنه صدقنا على النظام الداخلي بعد مناقشة مهمة جدا، واللي هي عطات فرصة باش نديروا تجويد ديال هذا النص هذا. إذن كانت فرصة مهمة بالنسبة للسادة الأعضاء والسيدات العضوات باش يعني يطلعوا على محتوى تقرير ديال هذه اللجنة، واللي من طبيعة الحال الشعب المغربي تينتظر، عنده انتظارات كثيرة بالنسبة لهذه الوثيقة. كانت كذلك فرصة باش يعني نصدقوا على عدة مساهمات في شركة تنمية أغروض، واللي هي تعد حقيقة نقلة نوعية فيما يخص اختصاصات الغرفة، اللي جا بها القانون الجديد ديال الغرف اللي تعطي الإمكانية للغرف المهنية، الغرف التجارة والصناعة والخدمات باش ياخذوا مساهمات في شركات في قطاعات مختلفة. وكان كذلك فرصة باش يعني نتناقشوا على يعني ما ترتب عن جائحة كورونا، جائحة كوفيد، اللي هو الجميع تعتبر بأنه هناك قطاعات متضررة، ربما البعض أكثر من الأخرى، مثل السياحة والتجارة المرتبطة بالسياحة. وكانت في المداخلات ديال الإخوان والأخوات الأعضاء على أساس أنه الغرفة تأخذ مبادرة، لأنه هذا التجار وهذا القطاع حقيقة في وضعية صعبة. كذلك أثير إشكالية التأشيرات اللي القنصلية الفرنسية والقنصلية الإسبانية جعلت من القرار تقليص عدد التأشيرات مشكل كبير بالنسبة للمبادلات التجارية ما بين المغرب، ما بين المنطقة، وما بين الاتحاد الأوروبي. قمنا بالتصويت على توصية اللي غادي تبعث للدوائر المسؤولة من أجل التحرك باستعجال، ونحن مقبلون على موسم الصادرات الفلاحية، واللي الآن هذا القطاع مهدد بالاختناق، لأنه الطلب ديال التأشيرات ما بقاش بالسيرورة اللي كانت قبل والسلاسل اللي كانت من قبل. وما فاتنيش أنا الفرصة ملي كان زارتني قنصلة ديال الجمهورية الفرنسية باش ترسى هذا الموضوع هذا، وكدت بأن هذه الوضعية لا تطاق. بخلاصة أعتقد بأنه يعني اللي هو أنه كان نقاش، بعض الخطرات تيكون عقلي نقاش حاد، ولكن صحي ماشي بمعنى انه كاين اغلبيه معارضه. هذا الشيء لا وجود له في الغرف المهنيه، لانه الغرف اولا بمجرد ما تنتهي الانتخابات تتوصفها وتنبدا وصفها ديال العمل جميعا سويا للجميع، ما تيبقى لا لون سياسي ولا حزب. وهذا هو الشيء اللي بغيناه، هذه الثقافه اللي بغينا باش ترسخ. وهذا من طبيعه الحال يعني بوئات الغرفة ديال أكادير واحد الاحترام واحد التقدير نظرا لهذه المنهجية، وهذه المنهجية اللي غادي نمشيو فيها أبعد ما يكون، بحكم أنه هناك الآن واحد الخريطة اللي تيمكن نشتغلوا سويا، نشتغلوا من أجل من طبيعة الحال التنمية ديال المنطقة، ومن أجل يعني دعم القطاعات الاقتصادية، خلق فرص الشغل. كاين كما تنقولوا كاين ما يدار. احنا درناها كنهج وكمنهجيه اعتبار بان بوحدنا، ولكن الا خلقنا ذاك الكولكتيف اللي غادي يكون فيه الجماعات المحليه اللي هي الجماعات الكبيره،
والجهه والغرف المهنيه. وانا بصدد غادي غير تنتسنى باش يدوزوا هذه الدورات ديال الغرف باش ناخذوا مبادره باش نجمعوا هذه الغرف كما درنا من قبل ولكن دابا اكثر، ونذكروا بيناتنا من اجل وضع واحد المخطط للتعاون وكذلك للعمل مع باقي الشركاء، خصوصا الجهه اللي هي الان كاينين فيها شباب اللي هو يعني تيتفهم هاد لا سينيرجي، هاد لا سينيرجي اللي هي تيخصها تخلق ما بين المؤسسات. المشكل اللي هو يريق سميتو اللي حنا كلشي تيتشكى منه ديال الفراشه، علاش ما ندخلوش في واحد شراكه في واحد كوليكتيف بيناتنا ونجلسوا نبتكروا. هادو مواطنين، ما عندك ما تجري عليهم وتحيدهم وتتهرس لهم بقاو. اذا ما الوسائل ما بقاش كافيه، ونقلبوا على شي حاجه اخرى. هاد الحاجه هو انه خصنا نجلسوا مع المجالس المنتخبه اللي هي تعنيها الامر، ونجلسوا مع السلطات المحليه وحنا ونفكروا نفرو. خلينا من الاسواق النموذجيه اللي فشلات واللي ما عطات سميتو، خلينا من الفضاءات اللي خلينا نقلبوا على شي امور اخرى اللي هي غادي نلقاو لها حل. اولا باش هاد الناس هادو ما يبقاوش في هذاك الشكل، ثانيا الضرر اللي هو مثلا تيسببوه نردوه ايجابي. اذا هادو مسائل. الملف ديال يعني المركب المينائي، ما يمكنش المركب المينائي ديال اكادير يبقى في حالته كما هو. ما يمكنش نتذكروا على تفعيل النموذج التنموي من الشق الاقتصادي ديالو والواعد، ونبقاو بهذه الفوضى اللي كاينه في الميناء ديال اكادير، اللي ما بقاش تيستجب نهائيا لا للصيد ولا للتجاره ولا للسياحه. رشيد مطيع، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمستا. اليوم ليش تجميع بأن راه الدورة يعني دوزت في واحد الأجواء اللي هي جيدة، كاين مناقشة من طرف الأعضاء، وصوتنا على القانون الداخلي للغرفة اللي تم التصويت عليه بالإجماع، وان شاء الله يعني نتمنوا باش تكون يعني هاد الهيئه تكون في واحد تعطي التجار والصناع ويعني الناس الخدماتيين واحد صبغه يعني جد مهمه للدفاع عنهم، ويعني دراسات المشاكل اللي كيعيشوها هاد القطاع. فيما يخص يعني بالنسبه اللي طرحتي السؤال ديال مدينه تيزنيت، يعني تيزنيت يعني كتخبط في مجموعه من المشاكل، من بينها يعني كممثل كرئيس جمعيه المنعشين والمقاول العقاري لهذه المدينه، تيزنيت يعني عندها واحد الاشكال ديال انعدام الصرف الصحي، وهذا هو اشكال كبير اللي كيعيشوا هذا القطاع، رغم ان المدينه يعني مدينه كبيره يعني كتطبق على نسبة سكانية مهمة، إلى أن نصف هذه المدينة لا تتوفر على البنية التحتية. انعدام البنية التحتية جعل هذه المدينة تتخبط يعني في مجموعة من المشاكل كالصرف الصحي وانعدام الإنارة، ونتمنوا المجلس الجديد إن شاء الله باش يعني يحل هذه المشاكل. أنتم عندكم ملفات، أنتم عندكم مجموعة ديال الملفات اللي غاتدافعوا عليها كممثل عن التجار كامل ونزل الخدمات ديال تيزنيت. بطبيعة الحال يعني هناك مجموعة من الملفات يعني الموجودة يعني منذ المجلس السابق اللي ما عرفش يحل هذه المشاكل اللي كاينة في المدينة. نتمنوا من هذا المجلس الجديد
برئاسه السيد عبد الله الغازي باش يحل هذه المشاكل لكي تخبط فيها يعني كل القطاعات. عندنا مجموعه من كيف قلت سابقا بان هناك انعدام صرف صحي، انعدام الاناره، وايضا هناك التجار اللي كيعانيوا من مجموعه من المشاكل كيعني الضرائب. هادي لبعض التجار اللي كيخلصوا يعني ضرائب مجحفه في حق هذه الفئه. بطبيعه الحال هاد يعني كل هذه المشاكل يعني الغرفه لها يعني لها يد باش تحل هذه المشاكل، لان مرتبطه يعني هناك لجان اللي غتخلق في يعني في الدوره المقبله. هذه اللجان هي اللي غتحمل هذه الملفات عند الهيئات الاداريه باش يعني تلقى حلول يعني مناسبه لهذه المشاكل. بارك الله عليك سارجي.